سبحان الله مر كل شيء زي الحلم. يعني احنا رحنا عشان نستمتع في رحلة عائلية، كان من أهداف الرحلة ان احنا نستمتع بركوب الدبابات البحرية في البحر جيتسكي. كنا قاعدين على الشاطئ نستناهم يلعبون، لما جاء دورهم ولعبوا شفنا كذا دبابين خطبوا بعض ما ندري مين، وحنا قاعدين نستنى قلنا أي إن شاء الله أنه خلاص طاح في البحر رح يجي، لكن سبحان الله تفاجأنا أنه جاء الإنقاذ وكان شايل أنس في حجره زي كذا، وكان رأسه يعني من على جنب ورجلينه على جنب والدم ينزف. كان تنفسه ذيك اللحظات صعوبة بالغة جدا، واجتمعنا عليه حاولنا نسوي له تنفس صناعي يعني إسعافات أولية على ما جاء الإسعاف. حجم الإصابة كبير، أنس في حالة صحية دقيقة تتطلب تدخل طبي تخصصي لتقويم وضعه. ياه وش كثر كان قاسي اللي سمعوه الأهل من فم الطبيب. قال الأشعة تقول إنه أنس فقد جميع حواسه وإنه راح لا راح يتحرك ولا راح يسمعكم ولا راح يسوي ولا شيء، فلازم تتقبلون هذه الحقيقة وتتعايشوا معها. بعد ساعات من معرفة الأهل الحقيقة المرة صار شيء ما توقع أحد. فجأة الساعة 2 بالمساء بالليل يعني على الفجر تحرك أنس كذا فجأة، حرك رجلينه حرك يدينه حاول أنه يحرك رأسه، فسبحان الله كأن هذه رسالة من رب العالمين أنه لا استمروا. بعدها سبحان الله يعني تقريبا كم أسبوع فتح أنس، أنس أنت تسمعني، شوف شوف عدد أصابعي، غمض عينيك بعدد الأصابع. فكان يغمض يعني أعطي له أصبعين كذا يغمض مرتين، أعطي له ثلاثة يغمض ثلاث مرات. هذه كم هذه يبدي غمض مرتين وهذه كم؟ تطورت الأشياء اللي استخدمها مع أنس وصرت كل حركة أستثمرها، يعني مثلا صار يقدر يبتسم استخدمت الابتسامة، صار يقدر يحرك رأسه استخدمت حركة الرأس، صار يقدر يحرك أصبعه استخدمت حركة الأصبع، وبدت كل حركة تطلع عند أنس كنت أستثمرها لين الحمد لله أنس صار متفائل. كان حتى هو في المستشفى يقول أنا أطلع وبأدرس وكذا، صار عنده فأل، صار عنده وعي إنه راح يعود مرة ثانية إلى الحياة وراح يمارس برضو نشاطاته وأدواره وراح يتعلم أيضا وكذا. بعد هذه الفترة رحنا لمركز تأهيل متخصص في أمريكا، ومرت علينا تقريبا 4 أعياد وحنا موجودين هناك في أمريكا. بعدها تقريباً بسنتين رجعنا للسعودية، وكان أنس في أفضل حالاته، كان أنس يستطيع أنه يتعلم، يستطيع أنه يتواصل مع الآخرين عن طريق الأجهزة، يستطيع أنه يجلس، يستطيع أنه يسوق الكرسي بنفسه. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. ابغى كيكة تورن فلفلت أيضاً واحد كوفي لاتيه. طيب شكرا لك. طيب على ما يجي الطلب حقك ان شاء الله قل لي وش سويت اليوم في الجامعه، شلون اختبارك امس؟ سعدت بالحديث معك مع السلامه. حلوه هذه. طيب. ما توقف نشاط انس هنا يعني على التفاعل مع محيطه، بس اللي حققه على غير المستوى يدعو للفخر. صار يدرس فرنسي، يتقن الإنجليزية، يتقن العربية، حفظ القرآن كاملا، والآن دخل في عملية أنه إتقان الحفظ. كان يحب البرمجة فأخذ كورس عن بعد أنه كيف يبني تطبيقات، والآن هو عنده تطبيق باسمه نازل على الأب ستور اسمه إتقان. في هذا التطبيق أنس بناه من الصفر، فهو أسخر حاجته أنه يبغى قرآن مصمم على احتياجه مع البرمجة عشان يسوي شيء جديد يفيده.